شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة. هذا وقد اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد عقب أدائهم لليمين الدستورية. وخلال الاجتماع شدد الرئيس على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق إن شاء الله. السيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق. السيد الدكتور رضا السيد حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أراضيه. السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة سهى سمير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرا للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. توفيق إن شاء الله. السيد الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أنعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. السيد المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. السيد المهندس أحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
وقد شدد السيد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.